باجا كاليفورنيا معروفة بمناظرها الطبيعية الصحراوية والقرى النائية. ولكن ما قد يفاجئكم هو وفرة محاصيلها وواحاتها الغنية ورسوم الكهوف وملح البحر. تاريخ الإنسان في باجا كاليفورنيا حتى قبل حوالي قرن من الزمان كان مجدبا كمشهد الصحراء هناك. شبه الجزيرة جاف جدا، بحيث أن النشاط الإنساني كان مقتصرا على هذه الأماكن المنعزلة حيث يوجد الماء والعمل مؤخرا، ليس في مناجم الملح ولكن في المسطحات المائية. ينضم إلينا في البحث عن سكان كاليفورنيا صديقان لي من علماء البيئة، هما يار بيترسون وألبرتو بوركيز. نبدأ هذا الجزء من رحلتنا في واحة بعثة سان إغناسيو، وهي قرب المركز الجغرافي لشبه الجزيرة. تقع سان إغناسيو على أثار البعثة القديمة التي ربطت جنوب باجا كاليفورنيا مع الشمال. باجا كاليفورنيا تسمى باجا لأن الاسم يعطي معنى الأسفل، وهي في أسفل كاليفورنيا المقابلة لكاليفورنيا العليا، والتي هي ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. أرسلت أول رحلة إلى باجا كاليفورنيا في سان برونو القريبة من سانتا روزاليا في عام 1683، تبعها العديد على امتداد باجا كاليفورنيا خاصة في الجزء المركزي من شبه الجزيرة. كانت باجا كاليفورنيا أرضا غريبة جدا كما كانت اليابان في ذلك الوقت. وصل النخيل إلى هنا من بلدان المشرق العربي وإسبانيا. أحضروا البذور ثم ظهرت أشجار النخيل. هناك نباتات معمرة جدا هنا عمرها 100 عام، الصغيرة منها هي الأحدث، وهناك ما يبلغ عمرها 50 عاما. وفي أكتوبر يبدأ المزارعون بجني الثمار. نأتي بها حزما ونمدها على حصر الخيزران. نتركها لمدة 7 أيام حتى تجففها الشمس، ثم يمكننا اختيار أفضلها. وبينما ننتقي أفضلها نبدأ بتغليفها. نقوم بغليها أولا، ثم نبدأ إرسالها إلى مختلف المواقع حيث تباع في النهاية. هذا الرجل عمره 86 عاما، إنه يعمل هنا منذ أن كان طفلا، ولهذا فهو يعرف التمر أفضل من أي واحد منا، إنه خبير. التجارة الرئيسية هنا في سان إغناسيو هي التمر. لا توجد أنواع أخرى من الصناعة كتربية المواشي أو الصيد، ومعظم السكان رحلوا ليعملوا على الشاطئ. لو اجتمع كل هؤلاء الناس معا لكان هناك حوالي 10,000 منا، لكن هناك فقط حوالي 400 منا في البلدة الآن. تمكنت أشجار النخيل من العيش لأن منطقة سان إغناسيو من النوادر في باجا كاليفورنيا، ففيها واحة للمياه العذبة. أمضينا الأيام القليلة الماضية في واحدة من أكثر الصحارى جفافا في أمريكا الشمالية، وفجأة نصادف هذه. هذا هو مغزى الواحة، وهو انقسام كبير كما تعلم في داخل الصحراء تماما،
نحن هنا الآن في واحة كبيرة فيها أشجار نخيل ونباتات عشبة البرك. عندما جاء المنصرون إلى سان إغناسيو بدأوا بالزراعة وزرعوا كل شجر النخيل وعملوا على تنمية المحاصيل حتى أتى الدومينيكانيون، وبالفعل كانوا يستفيدون من أشجار النخيل تلك التي أحضرها هؤلاء المنصرون. كانوا يعتقدون أن واحة باجا مكان مميز، وهذا صحيح على الأرجح، لأنه بشكل افتراضي تكون معظم مناطق مصبات الأنهار مالحة، لكن هذه مياه عذبة تماما هنا على شكل ينابيع، ولهذا فنحن أمام حالة غير عادية على الإطلاق في باجا. كل الطيور البحرية التي تهاجر يجب أن يكون الماء هدفا لها. إنه موضع استراحة رائع لكل الطيور المهاجرة، وقد يكون منها من هو مستقر يتكاثر هنا. ما هذا؟ هل هذا هو صغير طائر مالك الحزين أمامك مباشرة؟ نعم، لقد أمسك سمكة صغيرة. هذا أحد أصغر أنواع طيور مالك الحزين الموجودة في المنطقة، وهي تبحث عن طعامها خلسة. في هذا النوع من البحث عن الغذاء هي موفقة تماما، لأن السمك غير مدرك أنها هناك، وأنهم إن اقتربوا من السطح يمسكهم هذا الكائن الصغير، وقد رأيته يمسك سمكتين أو ثلاثة على الأقل منذ بدأنا نراقبه. لقد أمسك واحدة، أليس كذلك؟ الواحة باردة وظليلة ومريحة، ولكنها في الصحراء الجافة حيث تعيش النباتات الفريدة وسكان كاليفورنيا الأصليون. بعضهم كان هنا قبل آلاف السنين، وبعضهم يستطيع تتبع أثر أسلافه لبضعة أجيال. العديد من الأمريكيين الشماليين يدعون باجا كاليفورنيا باسم باجا، ويرى البعض أن هذا مشين لأن باجا تعني الوضيعة. إننا لا ندعو جنوب داكوتا باسم جنوب، ولهذا فالاسم هو باجا كاليفورنيا. بعض المكسيكيين يسمي كاليفورنيا باسك ألتا كاليفورنيا أو كاليفورنيا العليا. نحن في الطريق إلى سيارة سان فرانسيسكو حيث توجد النقوش الشهيرة. معدل هطول المطر هو أقل بكثير هنا منه باتجاه الشرق. هنا نحصل على 5 سنتيمترات من الأمطار سنويا. إحدى فوائد تأثير المحيط الهادئ في المنطقة هي كمية الرطوبة الثقيلة التي يحملها الهواء وتترسب على النباتات، ويسمح هذا بوجود وفرة من المياه التي بدورها سبب لوجود النباتات الهوائية على النباتات، وهذا مزيج غريب جدا. نبات التيلانديسا إنه مجرد نبات هوائي، إنه ليس نباتا طفيليا، وهو على شكل شعيرات، وفي هذه الحال فصبار الأرجن يؤمن له منطقة مسطحة، وإذا نظرت حولك سترى على سطح كل شيء شجرة الفيل بالو أدان، وأي سطح مناسب له. في الواقع هو في العائلة التي تجد فيها الأناناس. زهور نبات التيلانديسيا هذه هي أشياء صغيرة جدا، تنتج رؤوس البذور العديد من البذور الصغيرة التي تذروها الرياح وتنتشر مثل الغبار عبر المنطقة الصحراوية هنا. تنبت ثم تبدأ بالنمو لتصبح عناقيد كهذه للنباتات متعددة الأوراق. تقع سيارة سان فرانسيسكو في منتصف شبه الجزيرة تقريبا، ولهذا فإننا على المسافة نفسها بالنسبة لخليج كاليفورنيا والمحيط الهادئ. حسنا، الجزء الذي أعيش فيه هو جزء آخر من صحراء سونوران ولكنه أعلى. الأشياء تصبح أكثر اخضرارا، توجد أنواع مختلفة من النباتات. أعتقد أنني أفهم لماذا يريد السكان الأصليون أن يعيشوا هنا. أعلم أنه توجد مياه أكثر، لا يوجد هناك الكثير، ولكن المنظر يستحق العيش في الأوقات الصعبة. هذه جزيرة سيدروس، إذا نحن على بعد 90 كيلومترا من ساحل باجا كاليفورنيا. لا يمكننا أن نرى المحيط الهادي بسبب الضباب. نعم، هذا ما يمكن أن نسميه أنف باجا كاليفورنيا.
هذه الجبال المثلمة تغيب في المحيط الهادئ، وفي أعلى القمة سترى جزيرة سيدروس. أحب الطريقة التي يدعون بها الأنف، هذا في الواقع ما يبدو عليه المنظر. إذا كانت هذه جزيرة سيدروس على بعد نحو 100 كيلومتر من حافة ساحل باجا كاليفورنيا. نعم تقريبا، نعم. هذا بالفعل أكثر ما يمكن أن تكون عليه صحارى أمريكا الشمالية من أصالة كما أعتقد. نعم، أعتقد أنك لا تستطيع أن تحصل على حفظ أفضل في حالة صحراء سونوران من هذه المناطق الوعرة المعزولة في باجا كاليفورنيا. الوصول إلى هذا المكان في غاية الصعوبة، عليك أن تذهب عبر الخليج أو تقود عبر الطريق السريع في شبه الجزيرة، ثم تأخذ طريقا ترابية طويلة محفوفة بالمخاطر إلى سيارة سان فرانسيسكو. أعلى جزء من سيارة سان فرانسيسكو ذائع الصيت بسبب فنونه الصخرية، وقد بدأت الحكومة بحمايته. وفي الموقع رسوم مذهلة في الكهوف، في كثير من الكهوف على طول هذه الوديان الكبيرة. هذه الصور تاريخها يسبق شعب الكوشيميس والجماعات المحلية الأخرى، ولهذا فهي قديمة جدا، وهي تمثيل لكيانات مختلفة وأشياء أخرى قد تكون مرتبطة بالحياة اليومية. لم يكن وجود المزارعين معروفا هنا في باجا كاليفورنيا، أليس كذلك؟ نعم، كانوا صيادين وجامعي ثمار، وليس هناك دليل على الزراعة. هناك أحد الأشكال الغريبة ذو أجزاء متناسقة، نصفه أسود ونصفه أحمر. نعم، ما الذي يعنيه هذا؟ هذه الثنائية التي لا تزال توجد دائما في مختلف الثقافات، الين واليان. هذا صحيح، لقد تم تأريخهم لآلاف السنين، لذلك فهي ترجع فعلا إلى وقت وصول الإنسان لأمريكا، في وقت كان الطقس فيه مختلفا، والموارد التي تحتويها الأرض ذات نوعية مختلفة ووفيرة. هناك بعض الصخر الأسود في أصل مادة هذا الكهف، هل يمكن أن يكونوا قد دقوه لإعطاء الصبغة السوداء هناك؟ أو استعملوا الفحم؟ إن للوحات المعدنية صبغات مستخرجة من الصخور المسحوقة والتي مزجت مع منتجات طبيعية. مثل ماذا ألبرتو؟ كالدبق وزيوت الحيوانات، ثم أقحمت في الصخرة. ولكن من الواضح أيضا أنهم عرفوا كيف يصنعونه ليكون ثابت اللون. نعم، وكيف تبقى لآلاف السنين؟ هذا رائع. مرشدو وحراس الفنون الصخرية هم من كاليفورنيا ويعيشون في قرية هندية بويبلو قريبة. العديد من الأماكن في باجا كاليفورنيا مثل سييرا سان فرانسيسكو، هناك أشخاص لا يزالون يحتفظون بشخصية أسلافهم القدماء. نعم، ولا يزالون يملكون اللغة القديمة مع كلمات مهجورة ممزوجة مع اللغة الإسبانية الحديثة. إنهم من كاليفورنيا حقا، الناس الذين ولدوا هنا ونشأوا في هذه المنطقة المعزولة من الأرض حافظوا على الخصائص الثقافية والتقاليد التي فقدت في أجزاء كثيرة من العالم اللاتيني. الكثير من هذه القرى موجودة في الجبال بعيدا عن الكهرباء، وقد حصلوا على ألواح الطاقة الشمسية. لقد وجدت في إحدى قرى سونورا بطاريات قابلة للشحن لإدارة أطباق التلفزيون الفضائية. كل منزل فيه واحد، التكنولوجيا تشق طريقها أمام أبسط أساسيات الكهرباء. ها هو شخص غريب في سونورا المكسيكية الأمريكية، كن على حذر. هناك الكثير من الرسوم هنا، بعضها يمثل الثعابين كالأفاعي الجراثية. صحيح،
وكم مرة تعرضت للعض؟ أنا ولا مرة، ولكن هناك أناس عضتهم الأفاعي الجراثية. توفي بعضهم، والبعض تضخمت أيديهم، والبعض قد تسلخت جلودهم من الورم. لقد أخذوهم إلى الطبيب فورا. وماذا يحدث إن لم تستطع إحضار طبيب لهم في الوقت المناسب؟ نبات البتاية جيد جدا لذلك، نغليه في الماء ونشربه. إذا أحضرت القليل ونقعت الغصن في الشاي وشربته، هذا يساعد على التخفيف، أليس كذلك؟ لقد قال أنك يجب ألا تشرب الماء، فإذا شربت الماء بدلا من هذه المشروبات قد يكون هذا خطرا، خطرا جدا. من الذي صنع حذاء التيغواس؟ عم لي شبه أصم. التيغواس هي أخفاف ذات تصميم محلي، القديمة منها صنعت من جلد الغزال، ومع وصول الإسبان تم استبدال جلد الغزلان بجلد البقر. مؤخرا استبدلت النعال الجلدية بالمطاط لأنه يدوم طويلا. ثمنه $20 تقريبا. إنه حذاء لصاحب المزرعة وراعي البقر وراعي الماعز، إنه للجميع، إنه يصلح لكل أنواع العمل. في الشتاء يصبح الجو باردا جدا، حتى إن الثلج يتساقط أحيانا، الكثير من الثلج. ها نحن نغادر أكثر الناس عزلة في كل باجا كاليفورنيا، وسننضم من جديد للعالم الحديث، ولكننا لا نجد أسباب الراحة في القرن 21. في السبعينيات استبدلت الحكومة المكسيكية الطرق القديمة الترابية بهذا الطريق السريع، ولكنهم لم يضعوا ما يكفي من المحطات. إنني قلق إزاء نفاد البنزين، وسمعت أن هناك قريبا بعض الرجال الذين يبيعون البنزين من البراميل. أنا لا أفوت فرصة إضافية لشراء البنزين. عليك أن تحضر البنزين من على بعد 300 كيلومتر، وأنا مسرور أنهم عملوه ولست بحاجة لفعل ذلك. قبل سنوات كانت هنا محطة بنزين افتتحت بمساعدة من الحكومة، ولكن هناك بعض المشاكل في الأرض ونوع من المشروع المشاع، لذلك كان عليهم إغلاقها. والآن هؤلاء الأشخاص يقومون بالأعمال بأنفسهم، يبيعون البنزين من 6 صباحا إلى 6 مساء. إن لم تحصل عليه في هذا الوقت فسيصعب عليك أن تستمر، لأنه أقرب محطة على مسافة بعيدة. الطريق السريع المار عبر شبه الجزيرة أنجز في عام 1973 ميلاديا، طوله 1100 كيلومتر، وكان أول طريق ممهد يربط بين الحدود المكسيكية الأمريكية مع حدود الحافة الجنوبية لباجا كاليفورنيا. الطريق السريع العابر لشبه الجزيرة توجد في منتصفه مدينة غيريرو نيغرو عند الموازي 28، لم تكن موجودة حتى قبل 40 عاما. أنشئت المدينة بسبب الطلب العالمي على الملح. غيريرو نيغرو هي أكبر منتج للملح في نصف الكرة الغربي. كل يوم تعمل الآلات طوال الوقت. كم من الملح ينتج من هنا؟ نجمع كل يوم من 22,000 طن، ونعمل 18 ساعة يوميا. إذن 22,000 طن يوميا، وكم يبلغ هذا كل سنة؟ نستطيع أن نصل إلى 7 ملايين، 7.5 مليون طن. هذا سيملأ الكثير من أوعية ملح الطعام، ولكن الأمر أكثر من مجرد ملح طعام. ملحكم ليس من النوع الذي يؤكل. يمكنك أن تأكله، ولكن أهم استخدام له هو الاستخدام الصناعي. إلى أين يذهب كل هذا الملح من هنا؟
نرسل الملح إلى اليابان والولايات المتحدة وكوريا وتايوان. إذن لديكم ملح عالمي هنا؟ نعم، جميعه من أجل التصدير. جميعه للتصدير؟ نعم كله. في جميع ما حولنا نجد هذا الملح، إنه ملح، ولكن كيف يستخرج من مياه البحر ليصبح ملحا مثل هذا؟ نضع المضخات في مياه البحر في مناطق التركيز، ونتحرك بفعل الجاذبية لسنتين، وعندما تنفصل مياه البحر المالحة يمكننا الانتقال إلى مناطق البلورة، ونترك الماء المالح لمدة 6 أشهر. بعد 2.5 عامين يمكن الحصول على هذا النوع من الملح. بلورات الملح تحتاج إلى 2.5 عامين لتصنع؟ نعم، 2.5 عام. مذاقها يشبه مذاق الملح. نعم، إنها من نوعية جيدة. أنت على حق، إنه ملح لذيذ. نعم، الآن هذا النوع من الملح فيه 98% من كلوريد الصوديوم. بعد الغسل نصل لكلوريد الصوديوم بنسبة 90%. إنه نقي جدا. الساحل الغربي لباغا كاليفورنيا هو المكان الأمثل لإنتاج الملح. إنه جاف جدا. الملح المنتج في غيريرو نيغرو يوضع على البواخر ويؤخذ إلى بقية أنحاء العالم. إنه يذهب إلى جزيرة سيدروس على بعد 100 كيلومتر باتجاه الشمال الغربي، ومن هناك يحمل على متن السفن الكبيرة. من يعرف متى من الممكن أن نجد بعضه في غذائنا؟ بدأت الحكومة المكسيكية للتو باستغلال الموارد الصناعية في باغا كاليفورنيا، ويتمثل في كيفية توفير نمو اقتصادي بدون تعريض الموارد المائية الشحيحة للخطر والحفاظ على الشواطئ البكر وأسلوب الحياة الأصلي لسكان كاليفورنيا.